حين آخر، ولكن ترجع إلى نفسها أن هؤلاء اللي قلناكم يا جماعة حيديروا مكتات، نعم داروا مكتات، حيبعتوكم مسجات، بعتوكم مسجات. الآن السيناريو اللي هو تلوين صورة معمر القذافي، وزي ما داروا زمان المصريين عبد الحميد البكوش كأنك فاكر المعارض رحمة الله عليه، فهم الآن يجهزوا باش الناس تسقط. حينتهي هذه اللعبة بعد الموافقة على الحصول على 1.5 مليار. هذه اللعبة كلها، لأن جنوب أفريقيا لما فاقت جنوب أفريقيا في اللحظات الأخيرة عارضت في اللجنة الاقتصادية إعطاء 1.5 مليار، وال1.5 مليار صدقني حتى لو أخذوه لا يعملوا شيئا. الأمريكان يا دكتور يوسف، لا أريد أن أقاطعك، أنفقوا $1 تريليون في العراق ولم يستطيعوا إخماد المقاومة. كانوا ينفقوا $1 مليار في اليوم، يعطوا ذات اليمين وذات الشمال مقاولات وهمية، مشاريع وهمية حتى الناس تأخذ فلوس، ولكنهم لم يستطيعوا أن يكسبوا قلب الشعب العراقي الذي أبى إلا أن يقاوم الغزو والاحتلال. كل مليارات الأموال المجمدة وأن أعطوهم إياها لن تنفعهم في شيء. يا سيدي سيدي مشعان، ولو اخذوا امريكا هم انت فاكر الامريكان والاوروبيين الاموال اللي لديهم 163 مليار، والله 263 مليار، حيعطوها لهؤلاء الناس؟ ابدا مش حيشموها. وانت تتذكر جيدا اول قرار اتخذته الولايات المتحده بعد غزو العراق، ملكيه النفط العراقي. صحيح. وين النفط العراقي؟ ما عطوش للاوروبيين ولا للحلفاء. حيختلفوا على السراق على الكيكه، حيقتتلوا على الكيكه ولن يشموا. دلوقتي حيطلعوا لهم اعاده الاعمار، حيطلعوا لهم نفط مقابل، حيطلعوا لهم مشاكل كثيره وتمتص، لان البنوك الاوروبيه والامريكيه ليس في جعبتها هذا المبلغ لتعطيه. وهذه زمان لما خلقوا الحرق في العراق، الحرب في العراق كان المنظر مفهوم والمشهد مفهوم. عندما عملوا كانت أمريكا على وشك الكساد العظيم اللي هو واجهوه سنة 1932، فعملوا الحرب، شغلوا آلة الحرب والمصانع. ومن دفع؟ دفع الدول الخليج واليابان، كانوا كل واحد يجيب في شيكة وأنا الشيك متاعه ويقول أنا آسف سيدي ما استطعت. الكويت بعت ممتلكاتها في الخارج لكي تدفع للأمريكان ثمن الحرب. أما الآن ثمن الحرب موجود مجمد لدى أمريكا وأوروبا. أما شعبنا صدقني حتفتح أبواب جهنم. نحن ما زلنا، إذا كان كيف تسقط طرابلس والجبهات يستغيثوا بمصراتة ويستغيثوا بكذا، الآخرين يستغيثوا كيف لقوات مسلحة خسرت مدينة وهم يستغيثوا في الجبهات الأخرى؟ لكن هذا التعتيم سيدي مشعل، التعتيم اللي عملوه خلوا الناس في حيز بيض. يعني كنا نحن نجيب في الفيديو ونجيب في المقطع، وحضرتك تجيب في المقطع، ونفند ونكذب. الناس الآن في ظلمة ولكن يريدوا العمل على عقولهم. حتنتهي الفيلم اللي داروا هذا المجلس يا أخي، إذا كان سيطروا على المدينة ما عملوا اجتماع في مدينة طرابلس، ولن يستطيعوا أن يعملوا اجتماع. أنا قلت من البارحة لن يستطيعوا أن يعملوا اجتماع في مدينة طرابلس. المقاومين وإن كانوا فلنفترض ليسوا بأعداد كبيرة يستطيعوا أن يحولوا حياتهم إلى جحيم. كيف تقيم شاكير الدعوات إلى المصالحة؟ هناك من يقول ليس أمام الليبيين إلى أن يتصالحوا. هل هناك فرصة للمصالحة بين مشهد الناتو وبين الشرعية الليبية؟ سيدي الفاضل اليد ممتدة من أول الأزمة، وأنت متابع جيد لهذا الأمر، ممتدة. هؤلاء الناس الأجندة متاعهم ما هيش في أيديهم، ما هي الليبيين ما همش في أيديهم، هذوما زي الجلبي وزي الغيرة وزي اللي أنت عارفهم. نعم. أيديهم ما فيش. الليبيين يريدون التصالح، الليبيين يريدون اللحمة الوطنية، الليبيين يريدون إيقاف دماء أبنائهم اللي موتوا على الأرض. وبعدين يقول لك إنزال، الأمريكان والإنجليز والطليان والفرنسيين موجودين على الأرض من اليوم الأول، ما همش جديد، لكن يرعبوهم. شنو يجروا يعملوا خبر، ثم يطلع مسؤول أوروبي ولا أمريكي كبير زي وزير خارجية بريطانيا يعطي تصريح، وبعد ذلك تشتغل وسائل الإعلام على الناس المغلبة. فالمصالحة ما موجودة. المصالحة، من رفض المصالحة؟
نحن، لكن هؤلاء ليس أجندتهم ولا قرارهم في أيديهم يظهرون. هذا المعتوه ساركوزي الذي كان يريد أن يحتفل في أعياد النصر الفرنسية بسقوط القذافي، الآن كل نحن أصبحنا دماء أولادنا ورقة في انتخابات بريطانية أمريكية فرنسوية. تصور دماءنا الرخيصة اللي يعتبروها رخيصة، عندما صرح أحد المصحفيين البريطانيين قال أونس 1 جرام من دم البريطاني تسوى ليبيا كلها، واولادنا يموتون. ما عادش عندهم مشكله، هم عندهم جنود على الارض، النيتو هذوما الليبيين هذوما جنودهم على الارض، ومرتزقه غريبين. حتهدى الازمه وتشوف هل ملتحيين من القاعده، هل الافارقه المرتزقه جابوهم من كل حدب وصوب. القطريين انصاف الرجال يحاربون يقاتلون في الليبيين، حاجه عجيبه. والاردنيين حاجة عجيبة فعلا، يعني طلاسم. أنت كنت أحد الأشخاص الذين يتابعون المشهد، وهناك من قال لنا أن هناك قتلى قطريين وإماراتيين جثثهم لدى القوات الليبية، لماذا لم نحصل على فيديو لجثث هؤلاء؟ نعم، نحن قريبا جدا حتكون لديك وطرفكم أشياء كثيرة نظرا لصعوبة الاتصال والخروج، ولكن ثق إن الله سبحانه وتعالى هو ناصرنا، وإن الله سبحانه وتعالى الليلة هي ليلة مباركة، ليلة القدر إن شاء الله ربنا أكرمنا بها، والليبيين صامدين، وأنت جزاك الله عنا كل خير. فأنت نحن جنسيتنا المقاومة، نحن وأنتم هويتنا المقاومة وجنسيتنا المقاومة. أنا قلت لهم أنا لم أفخر من قبل ولم أقول في الإعلام ولا في التلفزيون بأني أنا صديق سيف الإسلام، ولكن حين أصبح وأنا سيف الإسلام صديقي، ولكن يعني لا يوجد هناك ما يدعو للتفاخر. الآن يدعو للتفاخر بأنه صديقي لأنه مقاوم، لأنه يقاتل الغزاة، لأنه شجاع، لأنه رجل. واليوم أنا لا أتحدث عن إيجابيات الزعماء في هذه القناة وفي الجريدة أبدا، ولكن اليوم أنا أفخر أن الزعيم المقاوم معمر القذافي يخص هذه القناة بخطاباته، وإنه قدم شكره في خطاب رسمي لهذه القناة على ثباتها وعلى جهادها. فنحن وإياكم نحمل جنسية المقاومة وليس أي شيء آخر، وما يربطنا هو أكثر من كل التفاصيل الأخرى، أكثر من القومية وأكثر من أي شيء آخر. نحن مقاومون ضد الظلم وضد الغزو وضد الاستكبار، دفاعا عن أرضنا وعرضنا. ولذلك نحن في خندق واحد، نحن أشقاء، نتمنى الله أن يمنحنا وإياكم الثبات والنصر. أخي شاكير، ولكنك لم تقل لي متى تنضم إلينا في هذه القناة. قريبا قريبا جدا إن شاء الله، نحن نحاول أن نبثو لك توا إن شاء الله قريب من هنا في أيام معدودة، ولكن إن شاء الله دمشق عاصمة الصمود، دمشق الذين أرادوا لها آخر قلعة أن تسقط فثبتت، وثبت رئيسها وثبت شعبها وكشفوا المؤامرة. فلذلك المؤامرة واضحة وفهموها وفهموا الدرس مضبوط، وربي يحفظها من الفتنة وينصر هذا الرئيس الشاب وينصرك منته. وإن شاء الله نحن ندير لك مداخلة ثانية غدا أو بعد غد. كل يوم كل يوم لك أن تدخل معنا مداخلة، معي أو من يقدم هذا البرنامج، وأنت مرحب بك أن تقدم برنامجك من هنا على الهواء إن كان ذلك ممكنا متى تريد. نحن فخورين بك وفخورين بكل الذين يصمدون ويقاومون ويستمرون في الدفاع عن أوطانهم. تصور كيف لن نقاوم، كيف لن نقاوم وقائد رفض الخروج من طرابلس، هو وابنائه وابنته عائشة، نعم، وابو الا يقاتلوا مع الليبيين، نعم. كيف نخرج احنا، كيف نخرج، يعني وصمة عار تكون لنا لو 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 عملنا. قائد يقاتل بمفرده، نعم، بيقود عمليات. هذه هي معركة المجد اللي تحدث عليها القائد معمر قذافي. فلذلك نحن خلي الأبواق تذهب، وخلي والتاريخ سيحصحص الأمر، وبإذن الله حتسمع أخبار طيبة، وننقل عشم الوطن من عندك بإذن الرحمن. نحن معكم، وأنا أشكرك وسنبقى معكم. أنا أشكرك، أحييك دكتور سلمك، وحييكم وحي سوريا الصامدة. شكرا لك. شكرا، أنا أشكر الدكتور يوسف شاكير، وأنا أأمل أن يمنحنا الله الثبات والصبر، وأن نستطيع الحفاظ على هذا الصوت ونقف مع أشقائنا المقاومين في ليبيا. نحن اليوم نتعامل معهم على أنهم مقاومون، ونحن وإياهم